الحين في مشكلة يعانون منها كثير من الأهالي، إن أنا ولدي ما يحب يأكل الصبح، يقوم مو مشتهي أكل، يحب يأكل بالبريك، صح ولا غلط؟ دائما يسألون هالسؤال بالعيادة، فأنا جوابي ما يخالف، هو ما يشتهي يأكل، هذه طبيعة، لا نوكله غصبا ما عليه الصبح مبكر، خلينا نعطيه البريكفاست الساعة 9 مثلا بالبريك الأول. الحين اللانش بوكس اللي ممكن يأخذه معاه الطالب، أهم شيء يكون فيه مصدر من مصادر النشويات المعقدة، فهذا مصدر أساسي للنشويات المعقدة اللي هو الخبز، بس طبعا الأسمر أفضل. أفضل شيء الأسمر. الخبز أفضل من الصمون. طيب الحين الشيء الثاني بالبريك الثاني أو بالسناك الثاني، بدل لا نحط كاكاو نعود الأطفال على الفواكه. الحين مكون ثاني أساسي اللي هو الخضار، أنا حاطة خيار لأن معظم الأطفال يحبون الخيار، في بعض ما يحب الطماط، في بعض ما يحب الجزر، بعض ما يحب الفلفل، لكن هم نحط خضار سهلة مغسولة بدون لا نقصصها هو يأكلها. حلو. عشان نتجنب بعض البكتيريا والتسمم. ممتاز. مكون آخر ممتاز اللي هو المكسرات النية، هذا اللانش بوكس اللي أنا أقترح أن تكون مكوناته كذي، مو إلا بالضبط توست سمرة خيارة، لكن القصد خضار فاكهة مكسرات مصدر مصادر النشويات المعقدة. طبعا انا ضد المنع النهائي، ضد ان الياهل ما ياكل كاكاو ما ياكل كذا، لكن لازم احنا نعرف السبب ونشرح حق الياهل ليش احنا ما نعطيك اليوم كاكاو، لان الكاكاو سكر بسيط ابيض سريع الامتصاص جدا. حلو. فاول ما ياكل هو الكاكاو ايش يصير؟ سكر الدم يرتفع، مو كذي مثل لما ياكل الخبز يرتفع ارتفاع سريع يوصل البيك وبعدين ينزل. ينزل، فهو يمكن 40 دقيقه عقب السكر، يعني حصه واحده عقب الفرصه يحس انه هو نشيط، الحصة الخامسة اللي هو نايم خامل. ليش؟ انا صار في شيء احنا نسميه شوجر سبايك، هو ارتفاع السكر المفاجئ. حلو. هذا الشيء ما يصير مع الفاكهة، ما يصير مع الخضار والمكسرات، يصير فقط مع السكريات البسيطة الموجودة بالكاكاو، بحليب كاكاو، بعصير مصنع. حلو. الاشياء الغنية بالسكر. حلو. طبعا البطاط ما راح اتكلم عنه وايد، راح اقول شيء بسيط، كله مواد مصنعة، في بعض الدراسات، اي نعم هي مو دراسات قوية لكن موجودة، قالت أن السلوك العدواني لكثير من الطلاب لا علاقة بتناولهم المتكرر لمواد حافظة موجودة بالبطاط بالبسكوت وغيرها.